السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كريستيانو رونالدو يهدد عرش محمد صلاح. تمثل عودة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى صفوف مانشستر يونايتد قوة جبارة للشياطين الحمر وللدوري الإنجليزي، لاعتباره أحد أفضل من داعبوا كرة القدم على مر تاريخها، وسيمثل خطرا على طموحات بعض نجم البريميريل أبرزهم محمد صلاح نجم فريق ليفربول. وأعلن نادي مانشستر يونايتد أمس الجمعة عن تعاقده مع كريستيانو رونالدو قادما من يوفنتوس، ليعود النجم البرتغالي إلى ملعب الأولد ترافورد بعد 12 عاما من الرحيل، حيث لعب في صفوف الشياطين الحمر في الفترة من 2003 ل 2009 لينضم بعدها إلى ريال مدريد. رونالدو يعشق التحديات وتحطيم الأرقام القياسية، وظهر ذلك خلال فترة تواجده في ريال مدريد ومنافسته مع ليونيل نجم برشلونة السابق على جميع الألقاب والجوائز الفردية والجماعية. كما نافس لوكاكو مهاجم انتر ميلان السابق على لقب هداف الدوري الإيطالي خلال الموسم الماضي، واستطاع أن يخطف منه اللقب. في عام 2017-2018 سجل محمد صلاح 44 هدفا في مختلف المسابقات، ليصبح أول لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي يحقق هذا الرقم، محطما إنجاز رونالدو السابق 42 هدفا. عودة رونالدو قد تهدد إنجاز محمد صلاح السابق، خاصة وأن النجم البرتغالي لا يتوقف عن التهديف سواء على المستوى المحلي والقاري. محمد صلاح تخطى رونالدو مؤخرا في قائمة الأكثر تسجيلا وصناعة في الدوري الإنجليزي، حيث سجل مو 98 هدفا حتى الآن، وصنع 36 هدفا، بينما سجل رونالدو 84 هدفا وصنع 34 هدفا. ليشتعل الصراع مجددا بين الثنائي بعد عودة رونالدو، كريستيانو رونالدو يهدد حلم محمد صلاح في استعادة لقب هداف الدوري الإنجليزي، خاصة وأنه من المتوقع أن يكون يسدد ركلات الجزاء الأول في اليونايتد بدلا من فرنانديز والركلات الحرة. أيضا رونالدو لن يكون خطرا على محمد صلاح فقط، بل سيكون منافسا شرسا لكل نجوم الدوري الإنجليزي الذين ينافسون على الألقاب الفردية، مثل برونو فرنانديز وهاري كين ولوكاكو وجيمي راردي وساديو ماني. ومن المرجح أن تكون المشاركة الأولى لكريستيانو رونالدو أمام نيوكاسل يونايتد يوم 11 سبتمبر المقبل ضمن منافسات الجولة الرابعة من مسابقة الدوري الإنجليزي.